بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن سلسلة محاضرات في الأمن الفكري أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله تعالى يوم الخميس 1437 للهجرة النبوية في جامع الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله عز وجل إليكم، أحمده سبحانه العظيم الكريم المتعال، لا إله إلا هو ولا رب سواه، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تبارك وتعالى وتعاظم سبحانه، القوي المتعال العظيم ذو الجلال الحليم الكريم الشكور، يعطي الجزيل تعطيه قليلا فيعطيك كثيرا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، ما أغناه عن خلقه وما أفقر خلقه إليه، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. سبحانه نعظمه، يجب علينا أن نعظمه، والله ما خلقنا إلا لذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعبدوه سبحانه ويذكروه ويشكروه. ذكر الله عز وجل للقلوب حياة، ميت القلب الذي لا يذكر الله، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، نجلس نذكر الله سويعا من حياتنا، نجدد إيماننا، والله أعظم ساعة، أعظم ساعة في حياتك يا عبد الله تذكر الله جل وعلا، أعظم حياة، أعظم شيء في هذا الوجود أن يذكر الإنسان ربه، أحسن حياة. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت عائشة: كان يذكر الله صلى الله عليه وسلم في كل أحيانه، كل أحياني 24 ساعة، تصور كيف يذكر الله جل وعلا. يا ويلك يا الغافل، يا ويلك يا الغافل، كيف تغفل على الله، كيف تغفل عنه. يا ويلك يا المشرك، جهنم وبئس القرار، اتخذوا من دون الله أندادا. والله ثم والله ثم والله، ما يدخل الله النار أحدا إلا بعدله سبحانه، نسأل الله أن يجيرنا من النار. ما يدخل أحد النار، ما يدخل الله أحد من النار إلا بعدله، تمام العدل سبحانه. ولا يدخل أحد الجنة إلا بفضله، له الفضل والمنة وله الكرم، منعم متفضل، أكرم ابن آدم. انتبه يا ابن آدم، انتبه يا عبد الله، انتبه يا إنسان، انتبه يا عاقل. كل البشرية من الشرق إلى الغرب، من اليابان
إلى نواكشوط وإلى فرانكفورت. كل العالم كله ابن آدم، بنو آدم، خلقه الله بيده وأسجد له ملائكة. ركب فيك العقل، أنعم بنعم لا تعد ولا تحصى، أنعم على العباد نعم لا تعد ولا تحصى، من أعظمها وأفضلها الإيمان. شرح صدرك. أما خلقك في أحسن تقويم، يا إنسان، يا أفريقي، يا أمريكي، يا ياباني، خلقك إنسان أحسن من حيوان. الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، كرموا لما كرم، سبحان الله. إذا ضرب أحدكم فليجتني بالوجه. شوف وجهك يا ابن آدم، كيف وجهك في هذه الصورة، هذه الجمال، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دوني، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، والله لا يخلقوا ذرة، هو مخلوق، كيف يخلق؟ فرق ما بين الخالق والمخلوق كما بين السماء والأرض، وكل من عدا الله مخلوق، كل من عدا الله مخلوق، كلنا مخلوقون. أحد يقول أنا خالق، يمكن شخص يقول أنا خالق، كذبت ورب الكعبة، لا إله إلا الله. ما هو الخلق؟ ما هو الخلق؟ سبحان الله، تفرد الرب جل وعلا. الخلق يقول أهل العلم هو الإنشاء من عدم، الإنشاء من عدم، من لا شيء، على غير مثال سبق. أنت خلقت، ما يمكن تخلق من عدم. الكفرة الملاحدة يقولون لا إله والحياة مادة، لا إله والحياة إيش؟ مادة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. كيف لا إله؟ كيف لا إله؟ من جاء بك؟ من تأله؟ تأله الشيطان الذي يقول لا إله والحياة مادة، والله الشيطان أوحاها إليه. سبحان الله العظيم. ضعف الطالب والمطلوب، صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ما أكفرك يا ابن آدم وما أجحدك، ما أكفرك يا ابن آدم وما أجحدك، إن الإنسان لظلوم كفار، إن الإنسان لظلوم. يقول لن يعيدني الذي فطرني أول مرة، يقولوها ولا ما يقولوها الملاحدة. الآن ظهروا لنا بوصف العلمانية والليبرالية والحرية، سبحان الله العظيم، حرية. نعم، لن يعيدني الذي فطرني أول مرة، ما أجحده وما أكفره. خلق الله الإنسان وخلق فيه العقل وركب فيه السمع والبصر، يفكر، سبحان الله العظيم. وخاطبه، خاطبه، خاطبنا الرب ولا ما خاطبنا؟ ألست بربكم؟ يقول أهل العلم إن الله موجود في الفطر، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة. ومن نعمه العظيمة أنه أنزل إلينا هذا القرآن، دستور الحياة، قانون الحياة، كلامه سبحانه تكلم به. لا يوجد كلام صافي صحيح للرب جل وعلا إلا هذا القرآن، نزل به الروح الأمين محمد، خاطبه الرب جل وعلا فتكلم به وأنزله إلى محمد، ومحمد بلغه. أفضل البشرية، خير البشر منذ آدم حتى نهاية البشر، لا يوجد أفضل منه أبدا. أنا خير بني آدم، أنا خير ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. سبحان الله، اصطفاء، عرفتم الاصطفاء والاختيار، من أسمائه المصطفى، مصطفى، اصطفاه الله عز وجل، اختاره. كيف اختاره؟
كما يختار أحدنا، أليس كذلك؟ يختار أحدنا الشيء الطيب. كأنك قد خلقت كما تشاء، إيش قال الشاعر؟ خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. سبحان الله العظيم، خلقه الله واصطفى، الله يصطفي يفضل، أليس كذلك؟ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم. سبحان الله، يضرب لنا أمثلة الرب جل وعلا حتى نشغل عقولنا. الله يختار سبحانه، أليس كذلك؟ يختار إمام يؤمنا، حافظ قرآن يحفظه الرب يجعل قلبه، والثاني ما يحفظ همه في الحياة، اختار ولا ما اختار؟ هذا يختاره كذا، هذا طويل هذا قصير، هذا يفكر وهذا مسكين أهبل يمشي. الله عز وجل يختار سبحانه، ما كان لهم الخيرة. أنزل علينا هذا القرآن عظيم، أعظم كلام يجب أن ندرسه، ما أعظمه من كلام. يريد الله لنا الهداية والتوفيق لئلا يكون للناس على الله حجة، لئلا يكون لله على الناس حجة يوم القيامة، يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. الآن سبحان الله دعوة الحق تظهر، والآن تنمر الكفر تنمر عظيم جدا لحكمة لا إله إلا هو. ماذا يريد الله بالخلق؟ نسأل الله إذا أراد بعباده فتنة أن يقبضنا، وإلا الكفر الآن متنمرين، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. نثبت على التوحيد أعظم شيء في حياتنا، وهو توحيد الله جل وعلا. من أسعد الناس، من أسعد الناس؟ والله الموحد. من أسعد الناس؟ مخلص، أخلص قلبه وحد ضميره لله جل وعلا، كما أخبر الله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون، ما يمكن يستوي. أمثلة حسية يضربها، كيف يا مشرك كيف تنادي غير الله؟ من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. هذا هو التوحيد الذي نعيش ونموت عليه. سبحان الله العظيم، أحكم الله حياة المؤمنين ونظم أمورهم فلا تستقيم إلا على هدي كتاب ربهم وسنة نبيهم. هذا السعداء يمشون على الهداية. وجعلهم إيش؟ أمة واحدة وجماعة. جماعة واحدة ولا جماعات؟ جماعة واحدة لا جماعات، وصراط الواحد لا عشرات. واضح ولا مواضح؟ جماعة واحدة، والله جماعة واحدة قوتهم وعزتهم المسلمون هكذا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا من بعد ما جاءهم البينات. لا تكونوا، ينهى، والنهي لإيش؟ ها يا أصوليين، النهي للتحريم، يقولوا محرم، تعرف محرم مثل جهنم. لا تفرقوا، وقف، اثبت اثبت، لا تتفرق. الله أكبر، فرقونا ولا ما فرقونا؟ أحزاب ولا مو أحزاب؟ أها، وطرق ولا مو طرق؟ جماعات ولا مو جماعات؟ لا، ما نبغى إلا وحدة، وحد. أمرهم بالاجتماع وعدم الافتراق، والله لا تقوم حياتهم ودينهم إلا على اجتماع على الهدى والتوحيد. وجماعتهم واجتماعهم حسا ومعنا. إذا كان بينك وبين أخوك يا الله حزازات ونفوس بغضاء، ثلاثة أيام عندك فرصة راجع نفسك، ثلاثة أيام ما في زيادة. لا يحل لمؤمن لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يا الله، ما أعظم الاجتماع!
لا يحل. من يقوله ذا؟ والله ما أنا قلته، قاله سيد البشر الناصح الأمين، يريدنا أن نكون نجتمع. أنت بشر صح، وقد تغضب، عندك 3 أيام فكر فيها، روح نام في بيتك فكر. أخوك زيد ليه اختلفت أنت وياه؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء اختلفنا ردوه الله والرسول. هذا الإيمان، هذا الإسلام. لكن الشيطان بيض وفرخ، إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب، يئس أن يغير التوحيد، أبدا ما يمكن، أن هذا الدين ثابت إلى يوم القيامة. لكن رضي بالتحريش. يجب على المسلم العاقل أن يصحح إيمانه، لا يكون تقوية الإيمان وتصحيحه إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. بالعلم النافع، العلم النافع كلام الله وكلام رسوله، والعمل الصالح بأمرين: الإخلاص والمتابعة. ثم أعداء الإسلام الآن يتربصون بنا الدوائر. ناموا ولا هم نايمين؟ لا، ما يناموا. شيطان فبعزتك لأغوينهم، يوقظهم، يؤزهم أزا. أعداء الإسلام الآن يتربصون بالإسلام وبديار الإسلام وأبناء الإسلام الدوائر، عليهم دائرة السوء، يخططوا في عواصمهم وفي مجالسهم وفي دوائرهم لضرب الإسلام، عليهم دائرة السوء. علموا علم اليقين، حروب صليبية 10 أو 9، تاريخ ما ينسى، تاريخ ينسى ما ينسى، حروب صليبية أريقت دماء أججها أعداء الإسلام، وعرفوا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، كلها ردوا مدحورين، كلهم ردوا إيش؟ مدحورين، مهزومين، لا إله إلا الله، اللهم أعزنا بالإسلام. لا سيما المعارك الفاصلة كسروا فيها وردوا خائبين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، والحرب سجال. هكذا، لأن الله يتخذ شهداء، يريد أن يتخذ شهداء، ناس يرفعهم وناس يحطهم، تيدخل النار من يشاء. حروب ولا ما في حروب؟ فيه، والله فيه حروب إلى أن تقوم الساعة. الحرب دائرة بين الإسلام والكفر، ولا سيما الروم ذات القرون كما أخبر الرسول، يجمعون لكم، سبحان الله العظيم، لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم، حتى ينزل الروم بدابج بدابق والأعماق، هذا الحديث في صحيح مسلم، فيخرج إليهم جيش من أهل المدينة، لا إله إلا الله، جيش يخرج إليهم من أهل المدينة، سبحان الله العظيم. متى هذا؟ الله أعلم. كيف هذا الجيش؟ الله أعلم، والله هو يهيئه سبحانه، حتى إذا اصطفوا صفا، الله أكبر، قالت الروم: خلوا بيننا وبين إخواننا الذين سووا منا. قالوا: والله لا نخلي بينك وبينه. فيقتتلون، قامت الحرب، الساعة ما جمعوا، الروم بيجمعوا، لا إله إلا الله، لا إله. فيقتتلون، فيقتل جيش، فيقتل ثلث سيد خير الشهداء، ويهزم ثلث شر الناس، نسأل الله السلامة والعافية، وينتصر ثلث وخير الناس،
سبحان الله العظيم. الحرب سجال. الآن جاءوا بقاعدة شيطانية أوحاها إليهم إبليس اللعين، عندهم قاعدة الآن منذ الحرب العالمية الأولى لما كسروا الدولة العثمانية. عرفتم دولة بني عثمان، دولة الترك، كان دولة الإسلام هي، فجاءت الحرب العالمية وكسروها، وجاءوا بقاعدة أوحاها لهم من؟ الشيطان أبو مرة. وهذه القاعدة فرق تسد. إيش اسمها؟ فرق. تبغى تسود تصير فوقهم مهيمن، فرقهم. وبدأوا يفرقون الدول الإسلامية العربية، فرقوهم. كان الرجل يمشي من الهند إلى الدار البيضاء ما يخاف إلا الله، ومن إسطنبول إلى عدن، شمال البلاد الإسلامية وشرقها وغربها. فجاءوا بإثارة النعرات القومية والشعارات الحزبية والضغائن المادية. أنتم عرب أقوياء وهذول ترك عجم، يلا حرش بين المسلمين، تقاتلوا ولا ما تقاتلوا، قتل المسلمين بعضهم بعضا ولا ما قتلوا، والله قتلوا. وهي التي كان يخاف علينا منها المصطفى صلى الله عليه وسلم، حذرنا حذرنا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا إله إلا الله في أعظم موقف، حجة الوداع. أخرج البخاري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. عبد الرحمن بن أبي بكرة، عرفتم أبو بكرة رضي الله عنه، قصته مشهورة. قال: نجاني الله عز وجل بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة الجمل وصفين. في معركة الجمل، شوف الفقه كيف، في معركة الجمل وصفين نجاني الله بحديث سمعته من رسول الله: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أحاديث الرسول كلها منهج حياة. حديث اليوم تستشهد فيه يفيدك، والثاني يفيدك بكرة، والثالث بعد بكرة. كل شرع الله كامل ما يمكن ينقص أبدا. أبو بكر تذكر حديث: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لما خرجت عائشة إلى العراق اجتهدت رضي الله عنها، اجتهدت ولا ما اجتهدت؟ والله اجتهدت. مأجورة ولا ما هي مأجورة؟ مأجورة لا محالة. أنها خرجت عن اجتهاد، ما خرجت عن هوى. الهوى بعد أصحاب الرسول جاء، مال بهم الهوى. أما هم أصحاب الرسول كانوا مجتهدين يريدون وجه الله. فالمصيب مأجور والمخطئ مأجور لا محالة. وخطأه إيش؟ ها؟ مغفور، فتح الله عليك، خطأه مغفور. معناه لابد أن نجرد القلب، جرد خلاص، جرد الهوى. حاول ولا ذرة هوى تشيل في قلبك، تريد وجه الله جل وعلا. فإذا أردت وجه الله تسعد، حتى لو اختلف الناس أنت لابد تريد وجه الله. ها هنا تجي الفتن الآن، خروج والجماعات، لابد من التجرد. عائشة خرجت لما سأل أبو بكر من يقودهم، قالوا عائشة. أوه، عائشة رضي الله عنها عرف أنها خطأ، عرف مسبقا أنه إيش خطأ، ما شارك، لأنه تذكر الحديث: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وفعلا فتنة معركة الجمل، وقتل من قتل، ورجعت رضي الله عنها وتندمت ولا ما تندمت؟ والله تندمت، قالت: يا ريتني ما خرجت. أسأل الله يثبتنا وإياكم. وهذه دروس وعبر لنا. كيف النساء الآن تريد تكون وزيرة، تكون وزيرة ما أخذت عبرة من عائشة، تريد تكون قائدة ولا لا؟ يريدونها وزيرة. يا المجتمع السعودي
مجتمع ذكوري ما في نساء وزيرات. عندكم وزيرات؟ ما عندنا وزيرات. ليه؟ شوف أمريكا الملعونة، تقول المجتمع السعودي مجتمع ذكوري، ما نرى نساءهم، فين نساءهم؟ شوف نساءنا متحجبات، مدارسنا ما فيها اختلاط، في اختلاط مدارسنا ولا جامعاتنا؟ اللهم قوي المسؤولين في ذلك. نعم نساءنا في حشمة، نساءنا في حياء، نساء مؤمنات، نأخذ عبرة من الدروس الماضية. هم فسقوا فجروا، أليس كذلك ولا لا؟ حكمهم اليهود الآن يفسقون فيهم كما يشاءوا. اليهود بروتوكولهم يقول كل من كان غير يهودي خلقه الله حمار اليهود. سبحان الله العظيم، إنسان. نحن مهمة المسلمين الإصلاح، نصلح البشر، نقدم لهم الدين الطيب، دين الكرامة، المرأة مكرمة عندنا، أليس كذلك؟ أمي وأمك، أختي وأختك، أليس كذلك؟ غيرة ولا ما في غيرة؟ الله أكبر، غيرة ولا ما في غيرة؟ لابد كل إنسان عنده غيرة. سبحان الله العظيم، إن الله يغار، أتعجبون من غيرة سعد؟ يريد أن يفسدوا، يريد الغرب والشرق، يريد أن والإسلام هو دين الخير والصلاح، هو الذي يبقى باق. إذن الرسول قال لا ترجعوا بعدي كفارا. قال أبو بكر، أخرج البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر. خطبنا يوم إيش؟ النحر. تعرفوا يوم النحر؟ نحر الأضاحي، مو كذا ولا لا؟ ننحر ولا ما ننحر؟ والله نحرت أنا بيدي. والرسول نحر ولا ما نحر؟ نحر. الآن في الغرب يقولوا هذه النحر والذبح، تذبح الحيوان ويسيل دمه، هذه وحشية. ها طيب إيش قالوا؟ قال نسقعها بالكهرباء. سقعوها بالكهرباء؟ قال ندوخها شوية حتى تجلس، وبعدين مساكين ضحكوا على البشر. ضحكوا ولا ما ضحكوا؟ ننحر ولا ما ننحر؟ ها الرسول إيش قال؟ قال أبو بكر رضي الله عنه خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، يوم الحج الأكبر، يوم عظيم. يا الله، قال أتدرون أي يوم هذا؟ يا معاشر المسلمين، أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. يا أخي متأدبين جدا، متأدبين جدا. قال أتدرون يوم هذا؟ فسكت، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. سكت. أي يوم هذا؟ الله أعلم. سكت سكت، والله ما تجرأوا. قال أليس يوم النحر يوم عظيم؟ قال قلنا بلى، نعم عظيم، يوم عظيم جدا. قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذو الحجة؟ ذو الحجة شهر محرم، شهر إيش؟ محرم. والله يرى الرجل قاتل أبيه ما يمس بشعره في هذا الشهر، يعظمون، أليس كذلك؟ قالنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، يعني عارفين اسمهم، عرفوا اسمه ولا ما عارفين؟ لكن لما سكوت الرسول ويهيئهم حتى يتقبلوا ما يبغى يقولوا، بيعظم هذا الأمر جدا جدا، بيعظم هذا الأمر الذي سيقوله. ظننا حتى. قال أليست البلدة الحرام؟ بلدة محرمة. قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها الله. الله أكبر، مكة حرم ولا ما هي حرم؟ لم يحرمها الناس. يا ويلك الذي استحل الحرمات في مكة، انتبه، تأدب تأدب يا عبد الله،
تأدب يا مؤمن في هذا الحرم وفي كل بلاد الله. الأدب مطلوب وتعظيم حرمات الله مطلوبة، لكن في الحرم أعظم، في بيت الله تعظم الخطيئة. قال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. انتهى قرار. الله أكبر، قرار صارم يا عبد الله، قرار صارم، قرار من ذي العرش، والله الرسول لا ينطق من نفسه، وإنما أوحاه الله إليه. إلى أن تلقوا ربكم. ألا هل بلغتكم؟ ألا هل بلغتكم؟ قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون. قالوا نعم بلغت. ألا هل بلغت؟ قال نعم بلغت. اللهم اشهد، اشهد الله، يشهد الله، في بعض الروايات يرفع إصبعه إلى السماء يشهد الله، يشهد يا ربي أنت قلت لي بلغ، بلغ ولا ما بلغ، فإن لم تفعل فما بلغت، والله بلغنا، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أو عام سامع، فرب مبلغ أو عام سامع. ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا لا ترجعوا، نهي ولا منهي؟ ألا لا ترجعوا، ألا لا ترجعوا بعضي يا مسلم يا عبد الله، اتق الله جل وعلا. اجتماع قلت واجتماع المسلمين في أي بلد من بلاد الله، في أي بلد من بلاد على وجه المعمورة، مسلم في أي بلد، في الصين، في اليابان، في الأمريكان، أي مسلم في أي بلد من بلاد الله واجب، يجب أن يجتمع مع أخيه المسلم، كانوا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشر ولا مئة، واجب يجتمعون. قال قلت واجب شرعي وفريضة ملزمة، وأن يؤمروا أحدهم، وأن يؤمروا أحدهم. فين مسلم؟ في الصين. في مسلم ثاني ولا ما فيه؟ إن كان وحده لوحده في الصين شيء، معه شيء آخر يجتمع، واحد منهم أمير لابد، هذا ديننا، يؤمر لأن الرسول أمره، الله أمر بذلك، واحد أمير، أنت يا أخي أمير أو أنا، نتشاور نتعاون نتعلم شيء، مو كذا ولا لا؟ نتعلم دين الله، هذا الدين، هذا دين. قلت أن يؤمر أحدهم يسمع له ويطيع طاعة لله وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم استحلال دماء المسلمين وأموالهم بعضهم، فمن فعل ذلك. أها إخوانك، تعال يا أخي، نحن في حي في تركيا في الشام في العراق، تعالوا يا أخوان نجتمع، واحد إمام نتعلم، واحد نمشي برأيه أحسن، أحسن، أليس كذلك ولا لا؟ طيب واحد قال لا ما أبغى، أهو نزع يدا من طاعة، فمن نزع فليس من الإسلام في شيء، نسأل الله السلام والعافية، وإن قتل وإن مات فميتته إيش؟ ميت جاهلية، ميت الضلال إلى جهنم. تبه، الحمد لله عندنا أمراء وحكام، ولزوم جماعة المسلمين وعدم مفارقتهم وشق الطاعة والخلاف بينهم أمر مجمع عليه بين علماء الأمة والولاية، مجمع، ويحرم خلافهم. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من يشاقق الرسول، من اسم موصول،
من اسم موصول معناه الذي، الذي يشاقق الرسول. ما معنى يشاقق الرسول؟ الرسول في مكانه يروح في الشق الثاني كأنه ما ناسبه، هذا معنى يشاقق الرسول. من بعد ما تبين له الهدى، وضح الهدى، نوضح الهدى كلام الرسول. ما في إلا رسول واحد، في رسولين، واحد خاتم الرسل. قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، طريق المؤمنين من هم؟ الصحابة رضي الله عنهم، أول مؤمنين مجتمعين والله الصحابة. قال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قلت ومن هذه الآية أخذ المسلمون حكم الإجماع، وقصة الإمام الشافعي رحمه الله مشهورة، قصة عظيمة لو أقص عليكم يطول الوقت. قصة إيش؟ عظيمة. قصها لنا الربيع تلميذ الشافعي رحمه الله، قال كنا حول الشافعي في درس. الربيع إيش يقول؟ كنا حول الشافعي في درس، الشافعي يدرس كما أعلمكم الآن. فجاء رجل دخل وقال يا إمام سؤال، يا إمام إيش عندي إشكال، وتحل الإشكال، ما هو الدليل الذي يلزم عباد الله، ما هو الشيء الذي يجب على العباد أن يلزم؟ قال كلام الله. ثم أي؟ قال كلام الرسول. قال ثم أي؟ قال الإجماع. الإجماع وش الإجماع؟ وش دليلك؟ قال يا شافع وش دليلك الإجماع؟ هات. الشافع وقف، قال له هدده شوف، قال 3 أيام إذ ما جبت لي دليل والله تشوف بعدين كيف. الشافعي أخذته الرحضاء، يقول الربيع وذهب الرجل 3 أيام والشافعي لا يخرج إلا للصلاة فقط، يقعد في دي. بعد 3 أيام خرج مسكين الشافعي وجلس، جلس وإذا بالرجل حضر مباشرة، يا حاجتي سألتك. جيد جيد جيد، الله أكبر. عالم قريش، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ما توعده الله بجهنم إلا على شيء عظيم جدا وهو سبيل المؤمنين وهو الإجماع، استنبط منها. الحمد لله. سلم الرجل ولا ما سلم؟ والله نسلم مع كلام الله وكلام رسوله، ما ينبغي لأحد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أجمع أهل السنة، قلت أجمع أهل السنة والجماعة في كل عصر وفي كل مصر، العلماء ما علينا بالرعاع الغوغة، الرعاع الغوغة تعرفون الرعاع الغوغة؟ كالغنم السائبة، هذول فكني منهم. العلماء الربانيون في كل عصر ومصر على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين ولزوم جماعتهم، وإن جاروا وظلموا وفجروا وفسقوا. 4 أجمع علماء السنة في كل عصر وفي كل مصر. يا الله ما أعظم الاجتماع، الاجتماع قوة، الاجتماع رحمة، والفرقة إيش؟ عذاب وبلاء. فرقة إذا أراد الله بهم خيرا فرقهم، شتتوا شذر مذر، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. والجماعة إيش؟ قوة. ما لم يأمروا وفسقوا ما لم يأمروا بمعصية.
فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لهم في المعصية، لا طاعة لهم في المعصية فقط. إذا أمروا قال وإن فجر هو وفسق هو وظلم هو ما لم يأمر بمعصية. يعني كيف فجر؟ شرب خمر، أليس كذلك؟ فسق، زنى، ظلم، أخذ المال. قال العلماء أجمعوا على أنه الإنسان يدفع عن ماله إلا إذا أخذ الحاكم، لأخذ الحاكم، إذا أخذ الحاكم هات مالك، خذ مالك واهرب بعد عنه كذا ولا لا؟ هذا الصحيح. أما تقاتلوا لا، وقف وقف، لأن الرسول قال وإن أخذ مالك وإيش وجلد ظهرك. طيب، قلت وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة خلافا لأهل البدع والأهواء. قلت ولا أجد مؤلفا من كتب أهل السنة في العقائد إلا وهو ينص على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر ولزوم جماعتهم وحرمة الخروج عليهم وإن جاروا وظلموا، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع الحمد لله، ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم ورد في أحاديث كثيرة لزوم جماعة المسلمين بل متواترة، سأذكر بعضها للتذكير، نذكر بعضها ونعيش معها في قراءتها، أليس كذلك؟ كأننا نعيش مع المصطفى يخاطبنا ودراستها وفهمها. الناصح الأمين نصح لنا من أعظم حديث حذيفة ذكره، وهو حديث عظيم أخرجه الشيخان، عرفتم الشيخان درجة عالية في الصحة، أليس كذلك ولا لا؟ أخرجه الشيخان، قوله رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسولنا كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال والشاهد، قلت قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام اعتزل تلك الفرق. قلت الشاهد قوله تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، والأمر لإيش؟ لوجوب، أليس كذلك؟ تلزم، تلزم إذن، وموجه لكل مسلم، وهو عدم الخوض والفوضى. تلزم جماعات، أليس كذلك؟ وأحزاب. إذن إمام المسلمين في هذا البلد، هذه جدة المباركة، وهذه نحن في جدة الآن، يسمى جدة ولا جدة ولا جدة؟ أحسنت، نحن الآن في هذه البلدة المباركة جدة أو جدة، وعندنا أمير والله لتفحم حوله، أليس كذلك؟ مو كذا ولا؟ تركي خالد الفيصل، من هو أمير هذه البلدة؟ هذا هو، نقف معه. إذا جاء واحد بيسوي جماعة بلوم، أليس كذلك ولا لا؟ قال قلت مما ظهر في ونزل الآن بالمسلمين مساكين في كل بلد من الثورات والمظاهرات، الله أكبر، في ثورات ومظاهرات، في ثورات ومظاهرات، أين عقولكم ذهبت؟ عندكم هذا الوحي يا أصحاب المظاهرات وأصحاب، انتبهوا، الله أكبر. ومن ذلك أيضا حديث ابن عمر، انتهينا من حديث حذيفة، حديث عظيم حوضرت فيه كثير من المحاضرات، أليس كذلك ولا لا؟ واضح تلزم جماعة المسلمين. ومن ذلك حديث ابن عمر أيضا في الصحيحين، قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه، من رأى من أميره شيئا إيش؟ يكرهه، فليصبر. إيش يقول الرسول؟ فليصبر، أمر ولا مؤمر؟
فإنه ما من أحد يفارق الجماعة شبرا. شبرا، عرض شبرا، الشبر يقول العلماء الشبر ما بين طرفي الإبهام والصغرى، من هنا إلى هنا، هذا الشبر، وهو لغة عربية، أليس كذلك ولا لا؟ هذا هو. إذن هنا الرسول استخدم الشبر، قال صلى الله عليه وسلم فشبرا فيموت إلا مات جهريا، أخرجه البخاري ومسلم. قلت واضح من الحديث أن المفارقة والخروج لما يكره، يعني الرسول قال لما يكره، أما ما يحب ما حد يفارق. إذا كان إذا شفت فيما يحبك، أعطاك فلوس الحاكم ولا الأمير، أكرمك وأعطاك بيت وسيارة، تكره ولا تحب؟ تحب، لكن لو أخذ مالك وضربك تكره ولا ما تكره؟ شوف الرسول فرق، قال ما يكره، قال من رأى شيئا من أميره يكره فليصبر، فإنه ومن أحد يفارق إلى ما تبي. قلت المفارقة من أجل ما يكره، وهذا هو الجهاد، جهاد العبد نفسه، يعرف بالصبر، ولا ويعرف العبد الصابر من غيره. هنا يعرف في هذه ما يكره، يعرف الصبر، لأنه يعرف الصبر لا يعرف إلا وقت الشدة، وقت الكراهة. أما في المحبة ما في، لو أعطاك ما تحب ما، الحمد لله. نعم. قلت ولا يعرف العبد الصابر من غيره إلا فيما يكره، إلا فيما يكره، والرسول ركز على هذه الأمر. ولا يأتي النصر إلا مع إيش؟ إلا مع الصبر. واعلم أن النصر مع الصبر، أن النصر مع الصبر، ما أعظم هذا الدين. ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في مسلم، قوله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة وخرج من الطاعة فمات فميتته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يخشى مؤمنا لإيمانه ولا يفي لذي عهد عهده فليس من أمتي. الله أكبر، الله أكبر، ليس من أمتي، ينفي أنه من المسلمين، ينفي أنه من المسلمين. طيب من إيش؟ من الجاهلين والكفرة. هذا تهديد، ليس تكفير معين، لا، وضح، تكفير عام، تكفير عام، كأنه مرة خرج قال فليس من أمتي ومن قتل تحت راية عمية، يعني عمية ما هو داري، كأنه أعمى، كأنه إيش؟ أعمى، غمض عيونه، عمية، ويغضب للعصبية أو يقاتل للعصبية فقتلته جاهلية. وفي رواية من خرج على أمتي بسيفه يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهد عهده فليس مني ولست منه، تبرأ الرسول منه. قلت والحديث ظاهر التهديد والوعيد الشديد لهذه الأفعال والتي تدل على أن فاعلها طائش، هذا من عندي استنباط، على أن فاعلها طائش مستكبر جبار ضعف الإيمان في قلبه حتى كاد ينطفي وركبه الشيطان واستولى عليه فأفسد هذا الإفساد في أرض الله بعد إصلاحها، وكذا بدل أن يصلح حيث أن الله يأمر بالإصلاح، وكذلك الإيمان والإسلام يدعوان للإصلاح، وهذا سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، فمأواه جهنم ولبئس المهاد، الذي خرج بالسيف على أمة محمد. وكذلك من الأحاديث الدالة، نحن نذكر الأحاديث الدالة، أليس كذلك؟ أيوة، لزوم على، والأحاديث الدالة على لزوم جماعة، وهي بحمد الله كثيرة متواترة. حديث عوف بن مالك الأشعي وهو في مسلم، قوله صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم
وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا قلنا يا رسول الله لما جانا للشرار، الخيار عرفنا والشرار تبغضونهم تلعنونهم. قالوا يا أفلا نبذهم عند ذلك ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، كررها مرتين الله أكبر للتأكيد، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وار فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. رواه مسلم، هذا من رواه مسلم. قلت الحديث واضح الدلالة في منع وتحريم الخروج على الولاة الظلمة، تحريم الخروج، قال الرسول لا، ومنابذتهم، ومنابذتهم، قال أفننبذهم؟ قال لا، لا يجوز. والنبذ معناه الطرح والترك، أي لا يتركون، وذلك بالخروج عليهم وعنهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم لا ما أقاموا فيكم الصلاة، نصلي معهم، والله نصلي معهم، نصلي معهم. طيب، وكرر ذلك صلوات الله وسلامه عليه للتأكيد. وإقامة الصلاة معلوم أمرها، وهو المحافظة على أوقاتها. أيوة، الحمد لله عندنا وزارة تسمى وزارة الشؤون إيش الإسلامية، مساجدنا جيدة، تقام فيها الصلاة ولا ما تقام، في أئمة ولا ما فيه، في مؤذنين، الحمد لله الحمد لله. قلت والنداء لها في المساجد وبناية المساجد والمحافظة عليها وإقامتها وأداؤها، وهي هذه الصلوات الخمس المفروضة. الله أكبر الله أكبر، ما شاء الله، تقام ولا ما تقام؟ ذكرت لكم قصتي لما كنت في أفريقيا ولا ما ذكرت لكم؟ ذكرت لكم، أذكرها، أنتم تبقون معي، هذه ليلة مباركة. كنت في أفريقيا، فهمت، ذهبت للدعوة، ولما مسجد كهذا كبير في العاصمة في أكرا، ولما خطبت الجمعة وترجمت، نمشي على بصيرة وهداية، نمشي على بصيرة وهداية ولا لا؟ والله نمشي على بصيرة وهداية. ولما انتهيت من الخطبة قالوا عندهم أسئلة يريدونك أن تجيب عليها. أنت ما شاء الله جئتنا من الحرمين وتلبس ما شاء الله، نبغى نسألك. الحمد لله، سألوا، واحد يسأل ويترجم وأجيب، وهذا يسأل الصيام والصدقة والصلاة، واحد أذكره كذا بعيد، سأل سؤالا هو بلغتهم ما فهمته، لكن المترجم سكت ما رضي يجاوب، قال هذا السؤال ما نبغى. قلت ليه ما تبغى؟ إيش السؤال يا بني؟ اسأل. قال هذا سؤال ليس جيد من المغرضين على السعودية، هكذا قال. قلت هاته، استعين بالله، والله نستعين بالله. فقال يقول هنا عندنا حرية الكلمة في غانا وفي إفريقيا، فهمت ولا؟ يسموهم ديمقراطية، يقولوا ديمقراطية ولا لا؟ وإيران تقول أن السعودية يحكمها أمريكا، ما هي تحكمها الإسلام، كذا قالوا. قالوا نعم. طيب جيد، استعنت بالله. قلت أخبرهم أولا صح عن النبي صلى الله، إلهام من الله يا إخوان، ترى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. إيش قال؟ يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله
وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. إذن تعرفون الإسلام يا جماعة؟ قالوا نعم. ما هو الإسلام؟ هذه الأركان الخمس. أولا، ما هي معنى أن تشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، لا يعبد إلا الله وحده، لا قبر، لا وثن، لا كذا، لا أيه، مدد يا بدوي ما فيش، مدد يا عبد القادر ما فيش، مدد قبة ما عندنا، هد القبة. قلت لا يوجد من يحقق هذه الكلمة تمام التحقيق إلا في السعودية، بل هي على إيش؟ على علمها، على علمها الصحيح لا إله إلا الله محمد رسول الله، الحمد لله. بل إيران أسوأ، فيها القباب وفيها القبور، وطول النهار ينادون يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. قبل يومين جاني واحد مسكين يقول يا شيخ مرضوا لي قلبي. إيش مرضوا قلبك؟ قال سيارة من حقة الإيراني العراقيين هذول مكتوب عليها يا حسين، كتبة، شوف كتبة، مو نداء، ما سمع هو، رأى بعينيه جاي مسافر ومكتوب عليه حسين. كان فهذا الصبيان التوحيد يهدوها، شيلوه، يقولوا شيل، نسأل أن يقوي أهل التوحيد، قلوا آمين. ما يوجد قلت لهم ويترجم الرجل شهادة الله لا وأنا محمد رسول الله. وإقام الصلاة، ما معنى إقام الصلاة؟ أداؤها. والله لا يوجد دولة على وجه الأرض تقيم الصلاة في المساجد وتحافظ عليها مثل السعودية تماما، كذا ولا لا؟ في يا جماعة بينوا لي، أنا أحب أن تكون بلادنا كلها تقام فيها الصلاة، لكن هنا إذا جاء وقت الصلاة الهيئة فينها؟ في هيئة ولا ما في؟ ها؟ يمر على المتاجر ولا ما يمر؟ يقفل، يقدر ما يقفل؟ ها؟ ما يستطيع. اقفل يا ولدي، اقفل يا عبد الله، يقفل ولا ما يقفل؟ التجار والوظائف في الحكومة حتى يبدو يصلوا، يصلوا. بل قلت لهم قدر الله قبل أن آتيكم بأيام كنت في الأمارة في زيارة وحضرت صلاة الظهر، والله الأمير جاء وصلى بيننا. في حاكم يا جماعة يصلي هكذا؟ الأمير جاء وصلى معنا صلاة الظهر، قالوا له الصلاة، كل الدور سك، ما يمكن، لا إله إلا الله. صيام رمضان، صيام رمضان، نهتم برمضان ولا ما نهتم؟ بالرؤية ولا ما بالرؤية؟ الآن نستعد له إن شاء الله. والله ما عندنا مطعم يفتح في نهار رمضان، في مطعم في السعودية يفتح في نهار رمضان يأكل الناس؟ أبدا، مستحيل. وروني مطعم يفتح في نهار رمضان وأنا معكم الآن نقفله. أسأل الله يثبتنا وإياكم. والزكاة الحمد لله تجبأ، والحج الحمد لله قائما عليها، وإن كان تريد هذه الدولة المجرمة تفسد الحج، كل حج عرفتموها، دولة هذه التي دولة النفاق، أنا أسميها دولة النفاق، سموها جمهورية إسلامية إيران وهي كذبة، جمهورية إسلامية نفاقية، هذا الصحيح. الإسلام، الإسلام ظاهرا وباطنا، إن كنتم في الباطن معنا الحمد لله، أما في الباطن مع أعداء الإسلام على دولة التوحيد لا، هذا هو الصحيح. نمشي على بصيرة. والله بينت لهم وأتمنى، قلت لهم في هذه البلاد المباركة أن تطبق. إذا من يحكمنا في السعودية؟ قلت لهم يحكمنا الإسلام ولا يحكمنا لما نقيم أركان الإسلام؟ الحمد لله، أليس كذلك ولا لا؟ إذا أقيمت أركان الإسلام فهذا نعمة. ثم الأحاديث، قلت ما أقام فيكم الصلاة، وكرر ذلك المصطفى، وإقام الصلاة معلوم من أمرها، ثم الإرجاء، الإرشاد والتوجيه للناصح الأمين والذي تجب طاعته من جميع الأمة، أرشد أن من رأى من يأتي معصية من معاصي الله
ولا سيما الأمراء والولاة، فليكره ما يأتيه الأمير، ولكن لا ينزعن يدا من طاعة ويفارق الجماعة. وهذا هو الشاهد الموضوع، وهو وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم وعدم مفارقتهم. نعم. ثم ورد كذلك أحاديث كثيرة، ومنها حديث أم سلمة كما في صحيح مسلم. حديث إيش؟ أم سلمة رضي الله عنها قالت: يكون عليكم أمراء، يكون عليكم إيش؟ أمراء، تعرفون وتنكرون، تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد بري، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، لا ما صلوا مرتين. قلت: وهو واضح كسابقه. وقوله تعرفون وتنكرون، قوله تعرفون، تعرف الرجل. قلت: أي جمعوا بين الحق والباطل، الجمعوا بين الحق وإيش؟ بين السنة والبدعة، ولكن لم يصلوا إلى درجة الكفر، لم يصلوا إلى درجة الكفر والعياذ بالله. إذن وجب طاعتهم ما لو نرى كفرا. ثم كذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم، وسألوا الله حقكم، وهي نصيحة غالية جدا جدا. أدوا إليهم حقهم، وسألوا الله حقكم. قلت: وهي نصيحة غالية لا يقبلها ويصبر عليها إلا المؤمن. وقوله أدوا إليهم حقهم أي من السمع والطاعة. ما هو حق الولاة؟ السمع والطاعة، السمع والطاعة. وسألوا الله حقكم فيما ظلمتم فيه من قبلهم، لأن حق الراعي على الرعية، وحق الرعية على الراعي. شوف، الإسلام دين العدل، أليس كذلك ولا لا؟ دين إيش؟ العدل. حق الراعي على الرعية السمع والطاعة، وحق الرعية على الراعي إقامة العدل، إقامة العدل والنصح لهم، يتق الله فيهم، ينصح، أمرين، والله يقيم العدل بينهم، عدم الظلم. فإذا ظلم الراعي الرعية، الرسول أرشد الرعية إيش؟ أرشد الرعية أن تصبر، والراعي يجيل تهديد من ربي. الآن في كذلك أحاديث: ماذا كلكم راع إن شاء الله، لكن ننتهي من هذه الأحاديث. السمع والطاعة. قلت: وسألوا الله حقكم فيما ظلمتم إليه، والدنيا إلى زوال، ولكن الفتن والاقتتال والإفساد والشقاء في هذه الحياة، لأنه إذا ظلم العبد وثار، إذا ظلم العبد وثار يجي فساد أكثر، لا بد يجي فساد أكثر، ما يمكن إذا ثارت الثورة. قلت: الفساد والشقاء التي نعيشها، التي أمر الله أن يحيوا حياة طيبة. ونعم. ثم كذلك حديث سلمة ابن يزيد الجعفي، بمعنى حديث ابن مسعود هو في مسلم، وحديث ابن عمر رضي الله عنه هو في مسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وكذلك حديث الحارث الأشعري، وهو حديث عظيم جدا جدا يحتاج إلى محاضرة، حديث الحارث الأشعري. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا آمركم بخمس. حديث الحارث الأشعري، وهو حديث أمر الله يحيى بن زكريا، أمر الله يحيى بن زكريا أن يأمر بني إسرائيل بخمس، أن يأمر بني إسرائيل بإيش؟ بخمس: أن يعلموهم ويعملوا بها. وقام يحيى وأمرهم بها في بيت المقدس. قال الرسول: وأنا آمركم بخمس. صاروا كم؟ عشرة. العشرة حقت بني إسرائيل، فهمت ولا؟ والعشرة والخمسة الذي زدنا عليهم، زدنا عليهم، والله زدنا عليهم،
لأن ديننا دين العلم ودين الحياة. هذه الخمسة هي السعادة. الخمسة الأولى الصلاة والصدقة والصوم، وخمسة أمرها الرسول، أمرهم يحيى فهمتوا ألا، وضرب لهم أمثلة صلوات الله وسلامه عليه. قال الرسول وأنا أمركم بخمس، ألخصها كلمات: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. كم؟ السمع والطاعة والجهاد معهم مع الحكام، وإيش؟ والهجرة والجماعة. نعم، لا إله إلا الله. إيه، فإنه يقول الرسول أنا أمركم بخمس، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. يا الله يا الله يا رب، من فارق الجماعة، من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. كأنه في شيء ماسك الربق، الحبل الذي يربط به الدابة، كأنه شيء يمسكك مع الجماعة. شوف، شيء عظيم جدا، مربوط ما يمكن تخرج. فإذا فارقت الجماعة كأنك شلت الرباط هذا، قطعته رميته، يضيع ولا ما يضيع، يهلك ولا ما يهلك. والله يهلك من خرج من الجماعة. يقول رسول فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه. يا الله، يعني رمى الإسلام بعيدا، إن لم يكفر إيش ما ندري. قال ومن دعا بدعوى الجاهلية، الله أكبر، من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم، من جثى جهنم. من دعا بدعوى الجاهلية يدعو إلى الجاهلية، الجاهلية الضلال. ما هي الجاهلية؟ نسبة إلى الجهل، أليس كذلك؟ الجاهلية نسبة إليه الجهل. وما هو الجهل؟ عدم العلم. ما هو الجهل يا شباب؟ عدم العلم، ما يعلم، يقدم على أمر من الأمور لا يعلمه، جهل، جهل. قال من دعا بدعوى الجاهلية، أي شيء لابد تدعو إلى علة بينة كما دعونا الآن. والله جئنا بأحاديث وآيات بينة ولا ما هي بينة، بان لنا ولا ما بان لنا. قال من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، ما تنفعه صلاته ولا صلاته. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والله، قال العلماء: لا يقبل صرفا، لا فرضا ولا نافلة. قال ابن مسعود: لا يقبل الله منه إيش؟ فرضا ولا نفلا. إيش معنى فرضا؟ لا يقبل الله صرفا ولا عدلا. من أحدث حدثا في الإسلام أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال العلماء: صرفا ولا عدلا، فرضا ولا نافلة. وإن هنا إيش قال؟ وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. ثم كذلك حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه، وهو حديث كبير عظيم، أليس كذلك؟ نكتفي بهذا، أليس كذلك؟ ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وأن يقوينا ويقوي حكامنا ويجمعهم على الهداية والنور، ويهيئ لهم بطانة طيبة صالحة يا رب العالمين. اللهم اصلحهم، اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم اصلح حكام المسلمين، اللهم اصلح حكام المسلمين وأمراءهم ووزراءهم، وهيئ لهم من أمرهم رشدا يا رب العالمين. اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين. من أراد الإسلام والمسلمين بسوء يا ربي رد كيده في نحره، أنت حسبنا ونعم الوكيل. في هذه الليلة المباركة أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم صاحب الفضيلة
وجزاكم خيرا ونفعنا بما قلتم، ونستأذنكم في عرض بعض السؤالات. يقول السائل: وجد من يقول في هذه الأزمان أن مسألة السمع والطاعة تعتبر من مسائل اجتهاد، ولكل زمن اجتهاد. اجتهاد. يقول السائل: إن مسألة السمع والطاعة من مسائل الاجتهاد. كذاب مجرم، خوارج. هذه السمع والطاعة من كلام الله وكلام الرسول. احنا قاعدين نحكي قصة ألف ليلة وليلة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اليوم نحن جلسنا آيات وأحاديث: واعتصموا بالله، الرسول الله الرب يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، أطيعوا أولي الأمر. يا الله يا الله، كيف فهم هذا؟ كيف اجتهاد؟ كيف اجتهاد؟ ما معنى الطاعة؟ هذا مسكين عقلاني، والله ضربه الهوى. نسأل الله أن يهديه. ثم الرسول هنا يقول: آمركم بخمس. السمع والطاعة قدمها أول شيء، السمع والطاعة، أليس كذلك؟ والهجرة والجهاد والجماعة، امسك الجماعة. كيف تفرقهم؟ كيف يقول سمع وطاعة؟ يعني يبغى يفارق؟ نسأل الله السلام والعافية. مسكين أخطأ، هذا ليس مسائل اجتهاد بل إجماع. السمع والطاعة إجماع، كما نقلت لكم كلام ابن تيمية، أليس كذلك؟ وابن القيم وابن رجب. نسأل الله يثبتنا وإياكم. نعم، أحسن الله إليكم. في الحديث جاء في آخره أن حذيفة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف الأمر إذا لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة، كما جاء في الحديث. فهل من كلمة حول هذا؟ جزاكم الله خيرا. الله أكبر. حديث حذيفة هذا حديث عظيم، والله يحتاج إلى محاضرة كاملة. لكن الفقرة الأخيرة التي قال فيها القائل: أليس كذلك؟ عليك بإمام المسلمين جماعة وإمامهم، أليس كذلك؟ أمر بإمام المسلمين وإمامهم. قال: إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، أليس كذلك؟ اللهم لا يأتي هذا اليوم، يوم الفوضى، يسموه يوم إيش؟ فوضى. والله إنه آت لركوب الهوى، لركوب الهوى وكثرة الجهل. الرسول أخبر أن آخر الزمان يكثر الجهل، وكل إنسان يريد أن يكون هو. نسأل الله السلام والعافية. ولذلك أخبرنا لما قال إنه سينحسر الفرات عن جبل من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيء، لأنه في اقتتال على دنيا، ما في اقتتال على وجه الله أبدا، القاتل المقتول في النار. فكذلك هنا الهوى لما يأتي. الحمد لله عندنا إمام، نسأل الله يثبته ويقويه. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا. نحن ذقنا حلاوة الاجتماع منذ نشأنا حتى الآن، وإن كان نبذت رؤوس تريد أن تفرق المسلمين، هذه لو جاءت وليس لهم إمام، فوضى معناها، كل إنسان يركب على رأسه، خرج كل واحد بسيفه، القاتل المقتول في النار، ينتهوا. نسأل الله السلام والعافية. ضعفوا، أضعفوا الإسلام ولا ما أضعفوه؟ هذه الفوضى التي يريدها أعداء الإسلام. ذكرت لكم أولا يقولون: فرق تسد. هذه كلها من أعداء الشيطان، من أعداء الإسلام، من شياطين الجن والإنس، يكيدون كيدا. لكن إن شاء الله نبقى يدا واحدة، نبقى المسلمون، يقول رسول، يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم. الذي يأمر بالاجتماع والله فيه خير، والذي يأمر
حرية إيش؟ الأفكار، تعدد الأحزاب، ما في شيء تعدد الأحزاب. الله أكبر. بدل أن يكونوا، الله قال واعتصموا بحبل الله جميعا أمة واحدة ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. كانوا في الجاهلية يا جماعة فوضى، والبلاد الفوضوية يشوفوها، والآن السفين يدق في ديار الإسلام من أعداء الإسلام، وهذا كله من الجهل، كله من الجهل والمكر، مكر الليل، مكر الماسون، مكر بل مكر الليل والنهار من الماسونية واليهودية والأمريكان والروس. أعداء الإسلام الآن بيدهم القوة، يحاولوا أن يزعزعوا الأمن في ديار الإسلام. نسأل الله أن ترفر راية الأمن وأن يصلح حال المسلمين، أن يصلح حال المسلمين. نعم، هذا هو الذي أستطيع أن أقول، والله أكبر. نعم، أحسن الله إليكم. يقول في الحديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. يقول السائل الأمور في هذه البلاد المباركة واضحة ولله الحمد، لكن ما هو الحال في البلدان الأخرى وكذلك في بلدان أهل الكفر، فكيف تكون البيعة؟ جيد، من مات وليس في عنقه بيعة، الحمد لله، كلكم في عنقكم بيعة، أليس كذلك؟ من كان في هذا البلد الحمد لله. طيب، سافر أحدكم وأقام وأخذ جنسية الصومال ولا الحبشة، أي بلد من بلاد الله؟ طيب، في أقمت في مدينة، هذه المدينة فيها مسلمين ولا ما في؟ يصلوا ولا ما يصلوا؟ ولا ما يصلوا؟ ما في إلا أنت وحدك، أنت إمامه. إذا كان في من يصلي اجتمعوا في المسجد، اجتمعوا في إيش؟ في المسجد. الذي يؤمكم هو الإمام، ها؟ الذي يؤمنا في الصلاة، الذي يؤمنا أفضلنا واحفظنا، كمان نختلف، كمان أنت إمام ولا أنا إمام؟ أها، كذا ولا لا؟ نتفق، نتفق ولا ما نتفق؟ لا تدخلنا الهوى. رحم الله عثمان بن عفان رضي الله عنه لما هاج الخوارج وخرج الخوارج وحشروه في بيته، حبسوه، جعلوا لهم إمام يصلي. شوف يا جاثي، جعلوا لهم إمام إيش؟ يصلي. جاءه الصحابة قالوا يا أمير المؤمنين، هذا الآن يصلي فينا وهو إمام فرقة وأنت إمام الجماعة، هل نصلي خلفه أم لا؟ هل نصلي خلفه؟ قال صلوا خلفه، أحسن شيء الصلاة. شوف، ترك شيئا وأمر بشيء، الصلاة أعظم شيء في الدين، أعظم شيء في الدين. فإذا كانوا جماعة في المسجد، عندهم مسجد يتجمعوا، أنا قلت هذا أول شيء، أي جماعة على وجه الأرض، مسجد، مسجدين، ثلاثة، في مسجدين في فرنسا 10 مساجد، يمكن ولا ما يمكن؟ أها، الجماعة العشرة يجتمعوا أئمتهم، كل مسجد، كل جماعة في إمام في مسجد، يجتمعوا الأئمة العشرة، يا جماعة اجتمعوا، ترى لا يجوز، لا يحل لكم تتفرقوا، كلنا أمة واحدة. فإذا اجتمعوا واحد منهم يتكلم عنهم. الصحابة لما راحوا إلى 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 الحبشة، فهمتوا لا، لما سمع بهم النجاشي جمعهم، قال لهم جعفر واحد يتكلم، ترى قالوا أنت تتكلم، يا الله، أليس كذلك؟ هو أميرهم، هو البيعة في عنقه. يعني ننظر الذي يعمل ويفكر في صالح المسلمين، أما إذا كان في صالح نفسي وأناني مشكلة، يفرقنا، هذا دخل في قلبه الشيطان، نسأل الله، أراد أن يفرق المسلمين. فلذلك أي جماعة مسلمة في أي بلد من البلدان يجب أن يكونوا مع بعض أمة واحدة، وعندهم حاكم، وعندهم يعني إمام يستشيروه، يتحاكموا إليه، يتفاهموا معه، هذا الأصل. أنهم كتب الله أن يعيشوا في بلاد الكفر، سبحان الله العظيم، هذا الذي أفهمه من دين الله، أنه ينبغي كل مؤمن في أي بلد
مع مسلمين يكون فيهم إمام الذي يأتمون به في صلاتهم. يصلوا خمسة ولا ما يصلوا؟ إذا كان ما يصلوا ما هم مسلمين. إذا كان يصلوا إمامهم الذي يصلي فيهم هو أميرهم، هذا الصحيح والله أعلم. نعم. شكر الله لكم صاحب الفضيلة وجزاكم خيرا، وبهذا تكون خاتمة هذه اللقاءات، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.